مساء الخير، اهلا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع من القاهره. ومتابعتنا كالمعتاد بتتواصل معاكم على شاشه قناه تني الاخبار ومن خلال القناه الحقيقه اللقاء المتجدد اليومي معاكم في من القاهره، اكثر من وقفه حواريه ومتابعات للمستجدات على مختلف الساحات، سواء كانت عربيه او اقليميه او دوليه، مختلف مجالات الحياه ايضا، سواء كانت سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه وغيرها، من دلوقتي وحتى حوالي 11:30 مساء بتوقيت القاهره. اول وقفتنا مع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقه الدوله المصريه ماضيه قدما في مواجهه كثير من التحديات، واحده من هذه التحديات الكبيره اللي يمكن مش مقصوره بس على الساحه المصريه لكن على مستوى العالم، التغيرات المناخيه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان تغير المناخ بحق بيعتبر واحد من التحديات الوجوديه اللي بتتجبد بسببها القاره الافريقيه خسائر هائله نتيجه للاحداث المناخيه القاسيه اللي ناجمة عن النشاط الصناعي المتصاعد وتنامي أيضا هذه الظاهرة خاصة في الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس في حوار القادة حول تداعيات الطارئة لجائحة كورونا. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد بان كي مون، السيد الإيكونومي دي سينا، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، يسعدنا أن أشارككم اليوم هذا الاجتماع المهم، حيث يعد تغير المناخ أحد التحديات الوجودية التي يتعين على قارتنا الإفريقية مواجهتها، وتتكبد باستمرار خسائر هائلة نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بتفاقم أزمات الشح المائي في بعض دولها ومن ضمنها مصر، على نحو بات يهدد مستقبل شعوبنا ويؤثر على أمنها وسلامتها، لا سيما في ظل إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال النهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، ودون تقدير للتحدي العالمي المشترك الذي يمثله تغير المناخ وتداعياته. وتؤكد مصر دعمها لنداء سكرتير عام الأمم المتحدة بضرورة توجيه الدول المتقدمة ل50% من تمويل المناخ الذي تقدمه إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أؤكد التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ. فداخليا نعكف حاليا على بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ، يمثل التكيف فيها محورا رئيسيا. وإقليميا أطلقت مصر المبادرة الإفريقية للتكيف في عام 2015 وجاري تفعيلها وبحث استضافة مقرها في مصر. أما دوليا فترأس مع المملكة المتحدة تحالفا طموحا للتكيف تعود جذوره إلى قمة سكرتير عام الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019، كما ندعم الجهود الدولية الرامية لتحديث ورفع طموحات المساهمات المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس، خاصة من الدول المتقدمة. وفي الختام أود الإشارة إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي نسعى لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، ونتطلع إلى دعم أشقائنا في القارة الإفريقية في هذا الصدد، ونتعهد بالعمل الدؤوب والمخلص لتصب نتائجها في مصلحة القارة وكافة أبنائها، كما نتطلع إلى العمل المشترك
مع الرئاسة البريطانية القادمة لمؤتمر الأطراف، وصولا إلى خروج الدورة 26 للمؤتمر بنتائج فعالة تصب في تعزيز جهود التكيف على كافة المستويات. وشكرا لحسن الاستماع. تفقد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية بمناسبة بدء موسم الحصاد. السيد الرئيس تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بهذا المشروع واللي بتتم وفقا لأحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة. كما التقى سيادة الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة في هذا المشروع. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث اطلع سيادته على تطورات الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع. سيادتك، ده الموقف العام يا فندم سيادتك لمشروع مستقبل مصر. المساحة تقريبا الإجمالية للمشروع حوالي 756,000 فدان. ده سيادتك حضرتك الاتجاه الشرقي بتاعه، وده سيادتك الاتجاه الشمالي، وده الاتجاه الجنوبي. الموقف التنفيذي حتى الآن سيادتك عندنا الأبار المفروض مستهدف 1200 بير، أجهزة الري المحوري عندنا 1200 جهاز ري، الغرف السكنية 1272، قواعد السنتر الخاصة بالبيفوت 72، الطرق بالمتر تم تنفيذ حتى الآن 294,637 سيادتك. المخطط التنفيذي ده اللي فندم احنا كنا بدأنا عليه سيادتك المشروع بالمعدلات بتاعته، واحنا سيادتك على اعتبار ان احنا هنخلص في فبراير، ولكن سيادتك أصدرت تعليمات ان احنا نخلص السنة دي، وان شاء الله هنعدل سيادتك المخطط التنفيذي خلص سيادتك المساحه ال 150,000 فدان قبل شهر 12. يعني تلحق الموسم القمح الجاي؟ هنلحق سيادتك موسم القمح. طيب. ده سيادتك المخطط التنفيذي هيتم تعديله، احنا كنا سيادتك مستمرين لغايه 10/2/20 سيادتك 22، هنرجعه ان شاء الله سيادتك هنبقى بانتهاء 1/12 ان شاء الله سيادتك نكون مخلصين، والقمح ممتد معانا، واحنا جربنا ده سيادتك هنا، احنا زرعنا هنا سيادتك في مستقبل مصر في موسم 2019 قمح في شهر يناير، وكانت انتاجيته الحمد لله سيادتك كويسه وحققت 18 اردب للقمح. فان شاء الله سيادتك قبل 15/12 هيكون اخر هو الميعاد المناسب امتى؟ من 15/11 سيادتك ل 15/12. طيب انت حاول انك انت في تمام سيادتك في نوفمبر تكونوا شغالين. اوامر سيادتك فعلا. انا عايز اقول لك على حاجه غنام، انت لو عندك انت ما عندكش مشكله في في التمويل، فانت نفذ ان شاء الله خلاص بعد 3 اشهر، ما تخافوش ابدا، اللي بيعمل خير لازم ربنا يساعده. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس التقى بعدد من المهندسين والعاملين المشرفين على عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع مستقبل مصر. يعني احنا جايين هنا عشان لو في مشكلة نساعدكم، صحيح، لان احنا همنا ان انتوا تنجحوا اعلى درجات النجاح، احسن انتاجية واقل كمية مية وقال لي تكلفة لو أمكن، فلو في مشكلة يعني اتكلمنا على انتوا محتاجين شوية طرق ومحاور والكهرباء والكلام ده، احنا ده موضوع محل نقاش دلوقتي. احنا طبعا المشروع هنا يا فندم مش مخلي حاجة خالص، نفسنا كل المشاريع الزراعية تكون على نفس النمط ده. فاحنا هنا يعني زراعة 5 ستارز يعني. طيب زودوا. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله في الدلتا الجديدة اللي حضرتك اقرتها نزود ان شاء الله. ان شاء الله. الانتاجية هنا يا فندم ضعف الانتاجية في الارض القديمة. متوسط انتاجية الفدان هنا 36 طن بنجر، ونسبة السكر فيه 19%، وجودة العصير 87%. في الاراضي القديمة 16 طن، ونسبة السكر 17%، والجودة 83%. يعني هنا الضعف بالضبط. يعني الفدان هنا انتاجيته من السكر يعادل انتاجية 2 فدان في الأراضي القديمة. المهم البنجر وكله يعني مش ما لم طبعا باقي المحاصيل هنا جيدة جدا. طيب ربنا يوفقك ان شاء الله. واحنا معاكم قولوا لنا انتوا عايزين، واحنا نعمل. طيب. عايزين 500,000 فدان، مليون فدان، نعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه.
صحيح كتر خير. الحاجة التانية لو احنا حسبنا استهلاك المية نلاقي هنا انه يعني طن السكر بياخد نص كمية المية اللي بياخدها في الاراضي القديمة. وبعدين دي مية ابار احنا بنستفيد منها برضه. طبعا. ويقع مشروع مستقبل مصر في نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة على امتداد محور رود الفرج الضبع الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة. ويوفر مشروع مستقبل مصر أكثر من 200,000 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة. كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500,000 فدان، حيث تم استصلاح حوالي 200,000 فدان في المرحلة الأولى من المشروع، وجاري استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300,000 فدان. وسيعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي. المشروع سواء من الصوب أو سيادتك من الأرض المكشوفة، خيار وطماطم شيري وده سيادتك الفريز والهلبينو وبصل سيادتك الكنتالوب وبطاطس دي سيادتك البطاطس الصغيرة والشتوي اللي بيتم حصادها زي ما سيادتك شايف كده. هو مفيش مكان لها؟ في مكان فاهم الأرض، هو حصدت خلاص في الأرض وده مكانها اللي واقف هناك، وكنت بشرح دلوقتي سيادتك فيها نوعين من المكن، في دي جرار زي ما سيادتك شايف اللي هي بتطلع البطاطس من الأرض، وهي دلوقتي في وضع إن هم بياخدوها بعدين بيحطوها في الجنبات وبتدخل الشبك تحملها على الجرارات السطح، لأن الجنب ده سيادتك بياخد حوالي من طن لطن ونص. المكن بتاعها واقف سيادتك ده في مكن برضه ذاتي، هو شبيه بالمكن بتاع الهارفستر بتاع البطاطس، شبيه بالمكن سيادتك بتاع البنكر. ومنها الديجارات اللي هي العادية اللي هي بتحصد من الأرض ويبتدي العمالة تدخل هنا، سيادتك بيبقى فيه زيادة طبعا من الإيد العاملة من ده، ولكن سيادتك برضه يعني اقتصادياتها كويسة. كما التقى السيد الرئيس بعدد من الإعلاميين في موقع مشروع مستقبل مصر. بتكلم على سطح أراضي ضخم جدا ومساحة أرض كبيرة، وبتكلم على عمران ننقله يعني بدل من ما احنا موجودين في حتت في الريف ونبتدي نلاقي ان احنا محتاجين سكن لهم فالناس تركز على أراضي الزراعية. لا احنا عاملين حسابنا هنا. حاجة تانية عايز اعرف من حضرتك النهارده، انا شفنا مشروعات كتير اتحققت ببنيه تحتيه رائعه جدا، الدلتا الجديده واهميتها في جذب اولادنا في الخارج من خلال الاستثمار بعد النجاح اللي احنا شفناه دلوقتي ده يا فندم، في اليات الدوله ممكن تعملها لجذب المصريين اللي في الخارج للتوجه لهذا المشروع القومي الكبير؟ انا عايز اقول احنا بنضيف هنا يعني حتى الان فوق اللي موجود عندنا دلوقتي ناخد من مليون فدان مسطح ارض احنا بنستهدفه، لو على اللي موجود احنا بنتكلم سواء كان المستثمرين من البحيره او كده او بقيه نتكلم في نص او 2 مليون فدان. ال 2 مليون فدان دلوقتي ما بقوش يتزرعوا زي ما كنا بنزرع في الدلتا زمان، يعني قراطين وفدان وفدانين وثلاثه، اديكم انتوا شايفين الموضوع على الوضع. احنا مش بنقول هنعمل ده، احنا بنقول لا احنا بنعمل ده. اخر السنه دي في نوفمبر هنكون دخلنا 200,000 فدان كده ان شاء الله على السنه الجايه في نوفمبر 2022 لو عشنا وكنا ان شاء الله يعني هنبقى برضو بنتكلم في حوالي 500,000 فدان او اكثر، مرتبط بحاجات احنا بنعملها كمرافق وشبكه رفع ومحطات رفع وشبكه ترع ومصارف حاجات كده يعني، لكن المستهدف زي ما بقول ان الرقم ده يبقى حوالي 2 مليون فدان. طيب في فرصه طبعا، بس هنا تكلفه الفدان، تكلفه الفدان اللي احنا عاملينه ده، وانا بقوله دلوقتي فرصه لكم، احنا لما جينا نعمل ده الدلتا القديمه معموله على يعني الميل الطبيعي للارض المصريه، فالميه ما فيش محتاجه ابدا كهرباء ولا اي حاجه ولا اي حاجه، الميه نازله بانحدار طبيعي خالص ما تكلفش حاجه، تخش على الترع والترع تخش على الترع الفرعيه والناس تبقى تمام، فتكلفها ما كانتش يعني تكلفتها مش كتير.
هنا عشان نعمل الفدان الارض ده بيكلف كام؟ 200,000 جنيه على الاقل. يعني عشان نخلي فدان جاهز للزراعه هنا اوصل له ميه اوصل له كهرباء ممكن يوصل له 200-250,000 جنيه. يعني المليون فدان داخلين في 200 مليار. 200 مليون فدان داخلين في الموضوع ده. ده ايه؟ عشان حضرتك تيجي تجد تقول لي ايه؟ طب انا هاخد بقى ال 100 فدان دول ازرعهم. عشان اخليهم لك كده انا محتاج ادفع من 400-500 مليار جنيه خلال السنتين ثلاثه. ارجو ان ده يتحط في الاعتبار. ليه؟ لان احنا بنتكلم هنا واحنا بنتكلم على حدود الدنيا في استخدام الميه. احنا مش عايزين نستهلك الميه اللي عندنا، لان احنا عايزين نعظم ميه لدينا. عندنا شويه ميه قد كده، ازاي بقى نخليهم وندورهم مره واثنين وثلاثه دون ان نخل بالمواصفات بتاعت الميه. طب هل في فرصه للناس المصريين في مصر او بره مصر؟ طب مستثمرين اجانب عرب او اجانب؟ اهلا وسهلا. الحاجه موجوده، واحنا بنقول تاني مش هنعمل مشروع لن نعلن على مشروع اللي ما نكون قطعنا فيه خطوات. وبنتكلم مش بقى ان شاء الله خمسيه ولا عشريه، لا بنتكلم سنه ان شاء الله. مشيدا سيادته بالجهود المبذولة من قبلهم، ومؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، ومشيرا سيادته إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة والتنمية الزراعية والغذائية وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري. جولة تفقدية على أرض الواقع من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لواحد من المشروعات الواعدة، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية خاصة قبل موسم الحصاد. بالتأكيد كثير من الرسائل وفرصة نحن نقترب من هذا المشروع ومن جدواه على الصعيد الزراعي. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. حديثا عن الجدوى الخاصة بهذا المشروع، تعظيم الاستفادة، تحقيق الجودة المنشودة، التعامل مع كثير من التحديات اللي بتشهدها الساحة الزراعية، واحد منها على سبيل المثال للحصر الفجوة الزراعية والفجوة الغذائية اللي بتنبني عليها، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن المشروع ده من المشروعات العملاقة والكبيرة جدا جدا اللي بتستهدف تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري. ولما نتكلم عن الامن الغذائي فلازم نكون عارفين ان في ازمه، في الازمه اسمها ازمه الغذاء العالميه، ان في شعوب وفي ملايين البشر بتعاني من نقص الغذاء، خصوصا بقى في التغيرات المناخيه والظروف اللي بتحصل والتصحر وتحول الاراضي المنتجه لاراضي غير منتجه والتعدي على الاراضي الزراعيه. كل دي عوامل بتهدد الحياه البشريه عن طريق نقص الغذاء. الحقيقه ان القياده السياسيه والدوله انتبهت لخطوره الملف ده، وبدا سياده الرئيس يهتم بالملف ده اهتمام شديد ويرصد له مئات المليارات، يعني لا ابالغ، يعني مئات المليارات بهدف استصلاح مزيد من الاراضي والتوسع الافقي وخلق مجتمعات عمرانيه جديده، تعويضا طبعا عن التدهور والمشاكل الكبيره. اراضي الوادي والدلتا اراضي انهكت بقى لها ملايين السنين بتتزرع وتم التعدي عليها وتم بعضها حصل له تملح، خلاص يعني اصبح لابد من الخروج من الوادي والدلتا للاراضي الصحراويه. صحيح هي مكلفه، بتكلف الدوله مبالغ كبيره جدا جدا، الدوله بتستصلح تعمل بنيه تحتيه، تعمل نظم ري، بتشتغل كل حاجه، بتسلم المواطن او المزارع او المستثمر تسلمه الارض جاهزه للزراعه، يعني على اساس ان هو يشتغل وينتج على طول. يعني طبعا بغض النظر عن التكاليف اللي الدوله بتقوم بيها، بس الهدف ليه بعد قومي. تمام. يعني غير بقى الجدوى الاقتصاديه والمكسب والخساره والكلام ده. الرئيس بيتعامل مع ملف الزراعه كملف امن قومي او ملف، مش عايز اقول وجودي، لان طبعا
كلنا لاحظنا في أزمة كورونا لما الدول قفلت على نفسها، اللي كان عنده غذاء كان أحسن من اللي عنده بترول. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. بالتأكيد يعني الجملة الأخيرة يمكن هي دلالة وأبرز دليل أيضا أن مصر كمنظومة تموية تسير في الاتجاه الصحيح. جزيل الشكر الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء. اختتمت جولة المفاوضات اللي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي يومي 4 و5 من إبريل من دون تحقيق تقدم يذكر، ومن دون التوصل كذلك إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات على يعني أرضية تستحق. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير أحمد حافظ أن إثيوبيا رفضت المقترح اللي قدمته السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث. كما رفضت إثيوبيا كافة المقترحات والبدائل الأخرى اللي طرحها الجانب المصري وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك قدر المرونة والمسؤولية اللذان تحلت بهما كل من مصر والسودان في مقابل غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نوايا وسعي الجانب الإثيوبي للمماطلة والتسويف من خلال اكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعي المفاوض المصري جيدا ولا ينطلي عليه. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع بهدف تعزيز التعاون بين السكة الحديد ومصنع سيماف وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية. عقب التوقيع أشار وزير النقل إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن قيام مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع بأنواع مختلفة، وأضاف وزير النقل أنه حيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد 1000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ الاتفاق اللي تم توقيعه اليوم بين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع ضمن خطة الدولة المصرية لتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث تعرف على خطة الهيئة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين. وخلال لقاء عرض الفريق تراس جانبا من جهود الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد حرص الدولة على إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بالتوازي مع النمو الاقتصادي، حيث أن الاهتمام بالصحة العامة له أثر كبير بالتبعية على الاقتصاد. جاء ذلك خلال حضور وزيرة الصحة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فعاليات تطعيم المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الهيئة بالإسماعيلية. في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، شهدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تطعيم العاملين بالهيئة بالتوازي مع الفئات المستحقة لتلقي لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. النهاردة بدء حملة لقاحات للمرشدين والأباطين العاملين في الهيئة بالتوازي معها الأطقم الطبية للعاملين في مستشفيات هيئة قناة السويس، وتباعا يعني كل المرتبطين بهذه الخدمات هيبدأوا نديهم تباعا حال توفير اللقاحات أو الإمداد. أنا أصررت أن أنا أكون موجودة هنا، ودي رسالة حابة أن أنا يعني أتشرف أن أنا أكون موجودة عشان أدي رسالة لأهمية هيئة قناة السويس، علشان اقول ان المكان ده مكان مهم مش بس لمصر، ده للعالم كله. احنا هنبدا بالاباطين المرشدين
عندنا ان هم دول اول ناس بيقابلوا المراكب الاجنبيه. ان هم طبعا احنا كان عندنا حوالي 422 سفينه كانت عالقه علاوه على السفن اللي انضمت بعد الفتره دي. فهم بيشتغلوا بيوصلوا الليل بالنهار عشان يخلوا القناه تعود لما كانت عليه. وفعلا الحمد لله احنا من امبارح القناه عادت الى ما هي عليه. بعد كده هنبدا في تطعيم ان شاء الله كل من هو مرتبط بالسفن الاجنبيه، يعني زي عمال الرباط، زي الياسين، زي بتوع الانوار. يعني هنبدا بكده وبعدين نخش بقى على كل ما هو في الهيئه، ثم بعد كده ان شاء الله كل ما هو متبقى. كما اشارت وزيره الصحه الى بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحه بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء والعاملين بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في التوافق مع اي اشتراطات دوليه عند عوده حركه التنقل بين الدول. احنا بدانا تحضير جنوب سيناء والبحر الاحمر علشان نطعم كل العاملين في القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي زي البازارات والسفاري والغوص وكل ده، بحيث ان احنا ان شاء الله على شهر 5 أو الشهر الجاي يبقى عندنا المحافظتين تماما خدوا اللقاحات. كمان بالتوازي هنبدأ ندي اللقاحات للعاملين في مصر للطيران. المرشدين والعاملين بهيئة قناة السويس عبروا عن امتنانهم لتوفير اللقاحات لهم من قبل الدولة المصرية. طبعا حرصت ان انا اطعم، ده شيء معروف لان المرض ممكن يطول اي انسان، فلازم احمي نفسي واحمي اسرتي واحمي بلدي من المرض ان شاء الله. فالناس ديت لازم تطعم الاول عشان لما تطلع المراكب، والمراكب تبقى بتاخد خبر طبعا للمرشدين الطعامه، فبيستقبلوا المرشد وهم آمنين من أنه ما يكونش حامل للفيروس. توافر الأمصال وزيادة عدد مراكز التطعيمات لتطعيم الفئات المستحقة ضد فيروس كورونا المستجد يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على مواجهة المرض ومنع انتشاره أينما كان. محمد حلمي، النيل. عودة الاتفاق الوقع مؤخرا بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة السكك الحديدية وما يمثله من الدفع قدما بأفاق أرحب لتطوير هذا القطاع الحيوي جدا، قطاع السكة الحديد. وبينضم إلينا المزيد من المتابعة الأستاذ حسن أبو خزيم الكاتب الصحفي والمتخصص في شأن مجلس الوزراء. تحية لحضرتك يا فندم. مساء الخير. طبعا هذا الاتفاق يسير بالتوازي مع توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المنتج المحلي في قطاع السكة الحديد، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ يعني بالفعل زي ما حضرتك تفضلت هناك تكليفات من القيادة السياسية بالنسبة للحكومة، بالنسبة كذلك لوزارة النقل بتطوير السكة الحديد، ولذلك بيأتي هذا الاتفاق اللي هو شهده طبعا رئيس مجلس الوزراء بين الهيئة العربية للتصنيع والسكة الحديد في إطار طبعا يعني اهتمام الدولة المصرية بهذا المرفق الهام والحيوي، ليس على نقل الركاب فقط، ولكن خلال الفترة المقبلة ستزيد طبعا عمليات نقل البضائع على خط السكة الحديد. طبعا هذا الأمر له مردود إيجابي على الطرق والمحاور الرئيسية، بيقلل يعني سير العربات أو السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية في كافة المحافظات. ولذلك خلال الفترة المقبلة سيتم توريد لا يقل عن 1000 يعني عربة للسكة الحديد خلال الأربع سنوات المقبلة، وده بيأكد يعني توطين صناعة وسائل النقل طبعا، بالإضافة طبعا تطوير قطاع يعني النقل وخاصة نقل البضائع. الدولة المصرية مستهدفة خلال الفترة المقبلة يعني زيادة نقل البضائع على السكة الحديد، وهي الأكثر أمانا بالنسبة للمواطنين وما لذلك، بالإضافة طبعا يعني زيادة المنقول على السكة الحديد. ولذلك جاء هذا توقيع البروتوكول أو الاتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع وكذلك السكة الحديد بحضور وزير النقل. هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية والحكومة بتطوير السكة الحديد، وهناك يعني إلزام من وزير النقل أمام السيد الرئيس في أحد المؤتمرات بتطوير السكة الحديد، ومن ذلك بالنسبة لنقل البضائع، بالنسبة للسكة الحديد، بالنسبة للركاب. وإحنا شايفين هناك يعني تطوير كبير بالنسبة للإشارات والسكة الحديد، وهناك طفرة كبيرة
خلال الفترة الماضية بالنسبة لتطوير السكة الحديد، وطبعا وزارة النقل، وده بيأكد يعني حتى بالنسبة لجولات وزير النقل على كافة المحافظات ومن ذلك والمتابعة الدقيقة، وبالنسبة للشركات اللي هي التي تقوم طبعا بعمليات التطوير. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة، أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الغد الأربعاء ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ورياح معتدلة مائل الحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ورياح معتدلة. ينضم لنا المزيد من المتابعة على تليفون دكتور وحيد سعودي الخبير في مجال الطقس. تحياتي لحضرتك دكتور وحيد. أهلا بسيادتك يا فندم. توقعاتكم إيه بالنسبة لبكرة والتغيرات اللي هنتابعها تسري على مدار الأيام القريبة القادمة ولا لأ؟ ووضعية الرياح هتكون إزاي يا فندم ودرجات الحرارة؟ يعني إن شاء الله بكرة وبعده في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، تصل درجة الحرارة العظمى على سبيل المثال على القاهرة لحوالي 35 درجة مئوية في الظل، والصغرى حوالي 17 درجة مئوية. إن شاء الله اعتبارا من مساء الخميس القادم والجمعة والسبت في انخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة حوالي من 7 إلى 8 درجات مئوية، هيصاحب ذلك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية فوق المسطحات المائية. هل نقدر يعني نقول دلوقتي علميا وواقعيا ان بدأ الانتقال التدريجي الى فصل الصيف؟ لا، احنا لسه في بداية فصل الربيع حضرتك، بيفصل عن فصل الصيف 3 شهور لسه. طبعا فصل الربيع بالرغم من انه من اكبر فصول السنة لكن بيتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة. فنصيحتي لكل السادة المعتدين عدم تخفيف الملابس يعني مش قبل منتصف هذا الشهر حضرتك. يعني ما يحدث الان في الاحوال الجويه هي مساله طبيعيه بالنظر الى هذا التوقيت من السنه. طبعا حضرتك الجو طبيعي جدا خلال هذا الوقت من العام مع بدايات فصل الربيع على جمهوريه مصر العربيه. وايه نصائح سريعه كده حضرتك توجهها للمواطنين؟ طبعا خلاف ان احنا عدم تخفيف الملابس الا بعد منتصف الشهر الجاري، عدم ممارسه اي انشطه بحريه يومي الخميس والجمعه فوق المسطحات المائيه، سرعه الرياح قد تصل ما بين 20 الى 25 عقده، بالتالي هترتفع الامواج لاكثر من 4 أمتار تقريبا، وان شاء الله تعود حركه الملاحه البحريه لطبيعتها اعتبارا من يوم الاحد القادم. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. دكتور وحيد سعودي الخبير في مجال الطقس والاحوال الجويه.